ألف رحيم. النهاردة هنعمل هنشف مع بعض، هنعمل طريقة حلوة تنشيف النعناع. طريقة حلوة جدا، سهلة وبسيطة، مفيش أي تعب ولا مجهود ولا أي حاجة. تمام، تعرفين النعناع حلو قوي للمعدة، تقلصات المعدة، وبالأطفال كمان قوي قوي. لو عملنا للطفل كل يوم كوباية نعناع تبقى حلوة، وبتنظف المعدة من كل الشواهد اللي فيها. ولو هنعمل مثلا محشي ورق عنب برضو بنحتاجه. كمان فترة الشتاء دي الواحد بيبقى يحب الشاي بالنعناع قوي، غير فترة الصيف يعني حلو قوي. كمان اوانه دلوقتي ان احنا نجففه، لان النعناع دلوقتي ريحته نفاذة جدا وريحته حلوة قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو ونسميه بسم الله. شوفوا طريقتي حلوة قوي هتعجبكم. يا ريت الاول مرة تشوفوا الفيديو وشوف القناة، هي تشرفني. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد يستفاد منه. يلا بينا نسمي بالله وشوف الفيديو بتاعنا. دي ربطة نعناع، دي تقريبا كيلو. تمام، هي ربطة حلوة كبيرة. انا بجيب ربطة لما بيخلص بجيب غيرها. فالحقيقة انا كنت عاملة قبل كده يعني منشفها، فانا كايبة كمالة برضو. تمام كده هفكها زي ما انتوا شايفين كده. النعناع البلدي يا بنات هقول لكم عليه، بصوا دي كذا ملحوظة، بيبقى بصوا العروق بتاعته حمرة من تحت. النعناع البلدي يا بنات تبقى عروقه حمرة من تحت، ده اللي احنا عايزينه ومحتاجينه. تمام كده، بصوا زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب مقص. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هقص الجذور دي، زي ما انتوا شايفين كده هقص الجذور دي، اخد حبة حبة وهقصهم واحتفظ بالنص اللي فوق. ليه احتفظ بالنص اللي فوق ما اقطفوش؟ لان الفايدة كلها في الجذور. كل ما النعناع بينشف كل ما الورق بياخد ريحة النعناع اكتر واكتر. لو احنا قطفنا الورق ده بيقعد فترة وريحته بتروح. تمام كده، فانا هقص هوريكم حبة واكمل الباقي. هبتدي امسك حبة حبة، انا طبعا ما غسلتوش، مش هغسله دلوقتي غير لما انضفه. لو في حاجة بايظة وفي حاجة مش حلوة تمام بشيلها. امسك حبة كده زي ما انتوا شايفيني كده، بصوا في حاجة بتبقى مقطعة، حاجات مش حلوة بنتخلص منها. تمام، الحاجات دي كلها انا هقصها من تحت وهبتدي. بصوا انا مش هنعكشه زي ما هو مرصوص عشان ما يتعبناش. تمام زي كده اهو، سهل جدا بسيط، حاجة بسيطة جدا. بس صراحة بصوا ريحته قلبت المطبخ كله. تمام، انا خدت حبة بالمنظر ده. هقص منين؟ من اول النص اللي فوق. النص اللي تحت ده ملهوش لازمة عندي. بسم الله اهو، شايفين خلصت من الشواهد اللي فيه، اللي هي الحاجات اللي مش حلوة. وايه، وبصوا زي ما انتوا شايفين اخضر زي ما هو، زي ما هو. تمام، هاخد بقى اللي انا قصيته كده على جنب، وهعمل برضو حبة تانيين. هركن ده على جنب كده. هجيب بولة، خليكم معايا، هجيب بولة احط فيها الورق بتاعي. بصوا يا بنات الورقة لها غامقة زي كده، اللي زي كده ملهاش اي لازمة، هتبوظ النعناع بتاعنا. تمام، اللي هي المسود ده كده لا. انا جبت بولة بالمنظر ده ورصيت فيها النعناع اللي انا قصيته. بصوا انا حابة النعناع يبقى بالمنظر ده، شايفين يا بنات اهو. تمام، لازم يكون في عرق زي كده عشان النعناع يفضل من السنة للسنة ريحته نفاذة ويفضل اخضر معايا. هاخد برضو جزء تاني زي ما وريتكم، بصوا اهو كده. تمام، هحاول ان انا اخلي الحاجات اللي مش كويسة من تحت كده واشيلها اهي. تمام كده، دي حلوة مفيش حاجة اهو، دي برضو. تمام، هبتدي اقص من هنا زي ما وريتكم كده، خلص من ده اهو. بسم الله، تمام، بقت معايا النعناع حلوة مفيش اي حاجة. هعمل معاكم جزء تاني وبعد كده انا اكمل بقيت الكمية عشان الفيديو ما يطولش عليكم. تمام، شيلوا القصير ده عشان هعمله بعد كده. بصوا كده اهو اهو. تمام، بصوا حاجة حلوة زي كده هحطها، اللي مش حلو مش هنحطه. وناخد بالنا كويس جدا واحنا بنوضب، اللي مش حلو نشيله. تمام كده اهو، زي ما انتوا شايفين، وهحطه في الطبق بتاعي. طب انا هكمل الكمية ديت وهرجع لكم هنعمل ايه تاني، خليكم معايا لاخر الفيديو. انا نضفت النعناع زي ما انتوا شايفين. النعناع يا بنات جميل جدا، حلو قوي للمعدة زي ما قلت لكم، وحلو قوي للاطفال، واحنا بنحب نشربه بالشاي، بيبقى طعمه تحفة. وكمان بصوا
ريحته فعلا نفاذة جدا. النعناع زي ما قلت لكم اللي هو العرق بتاعه الاحمر ده، ده النعناع البلدي. النعناع اللي تلاقيها طويلة قوي كده، طويلة قوي دي يا بنات، بتبقاش بلدي، بتبقى صوف، اللي هو بيبقى مغطينه بيبقى شوية كده وبعد كده ريحته بتروح. تمام. طب انا هقول لكم على طريقة غسله، ان في ناس بتحط له خل وتنقعه والكلام ده كله. النعناع ما بتحطلوش خل، النعناع يا بنات ما بتحطلوش خل، لان الخل بيضيع ريحة النعناع تماما. تمام كده، هحط عليه مية بس. هنبتدي بقى نغسل النعناع. بسم الله، هبتدي اغسله غسلة كويسة جدا جدا جدا، وانقعه شوية في المية دي بس زي ما انتوا شايفين كده. اغطسه، لازم اغطسه تحت المية خالص، لان طبعا زي ما انتوا عارفين طالع من الارض بيبقى كله طينة وشواهد، مش حلو خالص. تمام، هنزل بيه المية تاني برضو واغطيه. بسم الله، اهو هنقعه شوية. تمام كده، هغطي النعناع بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، هسيبه يتنع 10 دقايق، ينزل الطينة اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهرجع لكم تاني. انا كده غسلته مرتين ثلاثة برضو، وحطيت له مية نظيفة تاني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا برضو، بصوا، هبتدي بقى اطلعه في مصفى بقى واسيبه يتصفى. دي خلاص دي اخر غسلة للنعناع. انا غسلته زي ما قلت لكم مرتين ثلاثة، ودي اخر مرة. تمام، هحط معايا مصفى زي كده. بسم الله، اهي مصفى كده يا بنات، وهبتدي اطلع النعناع بتاعي كده اهو، بس لازم اضغط عليه برضو تاني كده كده اهو. تمام اهو، بسم الله، بسم الله على جنب. تاخدوا بالكم برضو ان بصوا ساعات بتبقى فيه واحده بايظه زي كده زي ما انتوا شايفين، دي ملهاش لازمه، هو بوظ النعناع بتاعنا كله. عايزين النعناع الخضرة الحلوة عشان ريحتها تبقى حلوة ونفاذة معانا. تمام كده، خلاص المية دي انا خلاص هتخلص منها كده. النعناع بتاعي بقى زي الفل. اي واحدة انتوا بتغسلوا ممكن برضو، اهي بصوا، اي واحدة انتوا بتغسلوا كده تلاقوا قدامكم تروحوا ايه شايلينها، هدلوا المية وارجع. بنات كده النعناع، سامعين الخروشة؟ سامعين كده؟ يبقى نشف. سامعين؟ هو كده قعد يومين، انا سبته كده على الرخامه يومين بس، ريحته صراحه نفاذه جدا جدا جدا. شايفين نخفشه كده؟ يبقى ايه؟ طب هحفظه ازاي؟ طبعا مش هحفظه الكلام ده كله. تمام، هقسم بقى كده، هحاول ان انا اقسم كده وهاخد. بصوا اهو كده اهو. ليه بقى؟ انا مش عايزه افركه. تمام، عشان لو فركته لما هيقعد معايا بالسنه للسنه، تمام، الريحه بتاعته هتروح. لا انا اما اقول لكم انا هفركه كده دلوقتي، بصوا اهو كده، بصوا بينزل معايا كل السهوله ازاي. وهاخد العيدان دي هتخلص منها، شايفين؟ هعمل كم واحده تاني وبعد كده انا هكمل بقيه الكميه. بصوا بنات على طول، ما بياخدش معانا حاجه خالص اهو. تمام اهو، بصوا اهو الورق بتاعه اهو على طول كده زي ما انتوا شايفين اهو كده. تمام، هكمل بيت الكمية وارجع لكم هحفظه ازاي. هرميه بس اتخلص من دول. ابص ده العيدان دي اللي هنتخلص منها. اتخلصت من كل العيدان اللي فيه، واعمله لكم وريكم تجربة في الشاي، شوف خماره عامل ازاي، بدل بقى ما تسخنوا وتعملوا مية ومش عارفة ايه وحاجات زي كده. يعني لا، هو دي احلى تنشيفة ليه، واحلى حاجة بتحتفظ بريحته وسهلة وبسيطة علينا. هجيب بطرمان، ده بطرمان بيخ، تمام، كان بتاع عسل ابيض. انا صراحه بحب احتفظ بالبطرمات، اي بطرمانات اي علب بحب احتفظ بيها، نحط فيها حاجه زي كده. مش هفركه يا بنات، بصوا مش هفركه عشان ريحته تقعد معايا من السنه للسنه. وهوريكم انا دلوقتي عملي هستعمله ازاي. بصوا بسم الله، دي على فكره ربطه واحده نعناع، يعني دي تكفينا من السنه للسنه، لان ورقه واحده زي كده، بصوا فيها لسه واحده، ورقه واحده زي كده
هتغنينا في كوباية الشاي وريحته نفاذة جدا. مش هنستعمل اكتر من ورق في المحشي الورق العنب، كمان حلو قوي للتقلصات بتاعة الاطفال. خدوا بالكم يا بنات من النقطة دي، حلو قوي يعني النعناع ده الحاجة الوحيدة زي الشاي ما تخلوهاش من البيت ابدا. النعناع يا بنات ما نخلوش من البيت ابدا، زيه زي الشاي. تمام كده، بصوا على بعض كده، هلم بقى الحاجات دي وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات هوريكم خضار النعناع بعد ما نشف عامل ازاي. بصوا انا هحب استعمله هو اوراق زي ما انتم شايفين كده، يتهيألكم الاوراق دي غامقة، لكن لا. بصوا انا دلوقتي بس هعمل كوباية شاي، شايفين خضار النعناع، شايفين اخضر ازاي يا بنات، او خضاره ده اللي هيخلي لي ريحة للسنة للسنة. تمام كده، هعمله لكم كمان عملي على كوباية شاي، خليكم معايا. اجي معايا كوباية شاي انا ملقماها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هاخد معايا حاجة بسيطة كده، ماشي. على فكرة ده مشروبي المفضل، الشاي بالنعناع يوميا، بس مش بحب اكتر الشاي. تمام، بصوا اهو، تمام كده اهو. وهحط المية وهحط كده كتل، بسم الله. شايفين الخضار، شايفين انا عايزة بس اقرب لكم الكاميرا، شايفين خضار النعناع يا بنات، شايفين حلو ازاي؟ رغم ان هو هنا، بصوا هنا غامق زي ما انتم شايفين، هنا غامق شويه، لكن تفركوا النعناع بتلاقوا خضرة زي ما انتم شايفين. بصوا كمان هنقلبها، هي تتساقط تحت الكوبايه. بصوا انا قصدت ان انا مغليش الميه قوي عشان تشوفوا النعناع عين ازاي. بصوا خضاره ازاي يا بنات، حلو ازاي. هحتفظ بيه كده من السنه للسنه، واقفل عليه. ده هيكفيني سنه بحلقه، انتوا حسب الكميه اللي تحبوها. تمام، بصوا اهو برطمان ناشف ونضيف ومعقم. البطرمان دوت انا غليت ميه فيه وروحت حاطه فيها خل وعقمت البطرمان، واي برطمان عندي كده وبقفله وبشيله بحتفظ بيه. ادي يا بنات كان معانا النهارده طريقه تنشيف النعناع. يا رب يا بنات يكون الفيديو خفيف عليكم، يا رب اكون وصلت لكم معلومه تستفادوا منها. مطبخ ميرفت معاكم، يا ريت الاول مره اشوف الفيديو مش بالقناه، يا ريت تدعمني اشتراك في القناه ولايك كتير للفيديو عشان يوصل اكبر عدد يستفاد منه. وشير لو عجبكم الفيديو تشيروه. اقول لكم السلام عليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.